كشف نجم الكوميديا الفنان المصري محمد هنيدي عن حصوله على الجنسية السعودية عبر منصة إكس، وعبر هنيدي في منشوره عن فرحته بهذا الحدث الذي اعتبره كأكبر تكريم له في مسيرته الفنية، كما شكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذا التكريم. ويشرفنا في النشرة الفنية الفنان الكوميدي السعودي محمد هنيدي. أهلا بك في أول ظهور لك بعد الحصول على الجنسية السعودية. ما هو شعورك بهذا التكريم بمنحك الجنسية السعودية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الفن والإبداع؟ خير الأول لحضرتك وللسادة المستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. أولا بك. شعور التكريم في حد ذاته شعور لأي فنان حاجة يعني تسعده جدا 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 جدا، فما بالك بهذا التكريم الجميل العظيم بلد الحرمين الشريفين، يعني المملكة العربية السعودية. يعني أكيد حضراتكم عارفين من زمان، ما بحسش إن أنا مسافر، لا صحابي وكذا، عارف في عشرة وفي عمر، يعني الله يديمها يا رب. فالخبر آمين. كان سعيد بالنسبة لي جدا وتشريف لي ولمسيرتي وللفن بشكل عام، فأرجو أن أنتوا يعني تستحملوا أخ جديد. الله يحييك بين أهلك وناسك أكيد. خليني بسألك محمد، يعني فنان عظيم مثلك، كيف وجدت منح عدد من المبدعين من الوطن العربي برضو الجنسية السعودية؟ كيف تقرأ احتضان المملكة للفن والإبداع؟ والله يعني أنا كنت من المحظوظين أن يعني بدأنا مسيرة الترفيه في الرياض، وكانت أول مسرحية تعرض هناك، وأنا شفت الرياكشن يعني على المستوى الفني وشفت التطور. أما بالنسبة للاحتضان ده شيء عظيم جدا جدا جدا، تقدير الفن واحتضان الفنانين، القوى الناعمة دي شيء مهم جدا، العربية والمصرية والسعودية، وإحنا بقينا يعني تقريبا ده أكيد أسرة واحدة، مواضعنا واحدة وأحلامنا واحدة وشعب تربينا مع بعض، وإن شاء الله ما يدخلش بينا حد إن شاء الله. برضو يعني اليوم المملكة أصبحت حاضنة وداعمة لكل مجالات الفن والإبداع، أصبح يتسابق المنتج العالمي والمخرج العالمي وكذلك من أخواننا في الوطن العربي برضو اهتمامهم بالاستثمار في السينما والإنتاج داخل المملكة ودعم المملكة لهم. بيدي اللي حصل للأمانة يعني على مستوى الفن ثورة فنية كبيرة بكل المقاييس. نعم. بكل المقاييس، فدلوقتي السوق السعودي بقى سوق مهم جدا جدا جدا، كم دور عرض كبير وكتير، إلى جانب إن الشعب السعودي أصلا عن ثقافته الفنية عالية جدا، خدت بال حضرتك؟ فبقى سوق مهم بقى على مستوى السينما وعلى مستوى الغنى والطرب، المستوى الثقافي بشكل عام. النهضة مش محتاج إن حد يتكلم عليها، واضحة جدا جدا وماشية بخطى ثابتة، بخطى علمية، في ورش عمل بتحصل، في علم في الموضوع بعيدا عن المواهب. فالحمد لله دي النتيجة اللي على الأرض، ولسه مازال في الحقبة أنا أتوقع كثير يعني. نعم. رئيس هيئة الترفيه مع المستشار تركي آل الشيخ بارك لك وطلبك بفيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية جزء ثاني، لذلك بودي أسألك يعني ما هو جديدك اللي تعمل عليه وآخر الإنتاجات اللي قاعد تفكر أنك تمثلها أو تنزلها للسينما؟ والله يعني المفروض ان في كان 2 سيناريو جاهزين بافلام حلوه وافلام كبيره، ولكن موضوع صعيدي في الجامعه الامريكيه ان شاء الله هنشتغل عليه بعودكم. الله يوفقك ان شاء الله. في نهايه اللقاء استاذ محمد، اليوم السينما السعوديه تعتبر من اقوى الايرادات في شباك التذاكر، ومثل ما ذكرت لك في المحور الثاني انه يتنافس المنتج العالمي وكذلك الاخوان المصريين بالدرجه الاولى لعرض اعمالهم في السعوديه، وانتاجات يعني تعدت مئات الملايين. فكره معينه لدخول هذا المكان او كيف تقيم هذا الحراك الكبير؟ الحراك الكبير مقيم نفس الحقيقه، بقى سوق ضخم، بقى سوق عالمي مش عربي بس، فده شيء مهم جدا. اللي عايز يدخل يهتم بالكواليتي،
خد بالك لان الموضوع مستواه عالي جدا جدا وماشي بشكل جميل، وده طبعا كان وراه كتيبه ما بتنامش شغل ليل ونهار على كل المجالات، مسرح، موسيقى، سينما بتاع، وعلى راسهم طبعا مع المستشار تركي آل الشيخ. ف يا رب مزيدا من النجاح والتالق، ويعني يعم الفن بشكل عام والشكل الفن إن شاء العربي الله. بشكل عام ان شاء الله. الفنان السعودي محمد هنيدي، انا شاكر لك ظهورك معنا في القناه الاخباريه. اذا في كلمه اخيره حاب توجهها للمشاهدين. والله انا بشكرك السيد المذيع المصري. نتشرف اكيد اتشرف، انا مصري وسعودي برضه. حبيبي يا غالي. الله يسلمك. كلنا وطن واحد. ذكرى واحدة. نعم اكيد اكيد. والله يدين العز والمعروف، ألف 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 شكر على اهتمامكم. شكرا شكرا شكرا، يعطيك العافية. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. مع ألف سلامة.